عمروتي بعد 4 سنين ما بيمشيش، واقف لوحده 4 سنين. كل ما اكلمك يا حبيبي تعيط لما تفتكر الحكايه دي. الحمد لله زي ما احنا شايفين عندنا واقف لوحده، هو كل ما افتكر الحكايه دي عيني دموع الفرحه بتنزل منه، مش بيصدق ان هو اتحرك. خلاص اتبسط بقى، اتبسط اتبسط بقى يا عم لطفي، اتبسط ان انت وقفت تاني، افرح بقى، قول يلا الحمد لله. يا رب فين الحمد لله؟ اسمع قول الحمد لله. ايوه كده يلا الحمد لله. خلاص احنا وقفنا بقى، انسى اللي فات، انسى الحاجات الوحشه. هو 4 سنين ما كانش بيتحرك، فهو يا عيني مش مصدق ان هو واقف تاني. 4 سنين على كرسي متحرك ما بيتحركش. شد ظهرك، يلا بص لي وبص في الفيديو يا جميل انت، يلا برافو. دي كانت جلطة مخ عملت شال النصف فيه، بس هو طبعا كان عنده ضعف في كل العضلات نتيجة انه قعد 4 سنين ما بيتحركش. يلا يا حبيبي يلا يا عم لطفي، خطوة صغيرة. برافو يلا برافو برافو يا عم لطفي. ليه مهمل عليا انا بس؟ هنا اظبط نفسك اظبط نفسك اظبط نفسك.